رأيك ايه في قرار عودة الجمهور للمدرجات ابتداء من شهر يناير الجاي؟ لا والله شايف ده قرار كويس، لان اصلا الملاعب ما ينفعش من غير جماهير، لان اصلا الكوره دي اصلا للجماهير والمفروض الناس اصلا بتستمتع بالكوره، فلازم الجماهير ترجع يعني. واظن ده راي ايجابي. انا من رايي ما حدش يرجع، لان هي الاخطاء تتكرر، ما حدش اتعلم من الاخطاء اللي فاتت. والله المفروض اصلا مكان يعني المدرج هو مكان الجمهور، الكوره من غير جمهور هي مش كورة. هنستنى المدرجات تتملي تاني. انت حضرتك بتشوف المدرج فاضي اكنه ماتش، يعني كانك مؤجر ساعة في ملعب وبتلعب وخلاص، مش فريقين وروح وتشجيع الكلام ده مبقاش موجود. لو تفتكر حضرتك منظر الجماهير في ماتش الكونفدرالية، لما تشوف منظر المدرج دلوقتي يصعب عليك اول مدرج ويصعب عليك الجماهير، حاجة جامدة وحاجة مشرفة جدا. فطبعا يعني الجماهير اللي احنا محرومين منها ديت بتعمل دخلات وبتعمل حاجات كويسة، بتدي انطباع ان الناس دي ناس محترمة وناس عندها فكر، مش ناس همج ولا ناس بلطجية ولا زي ما الناس ما بتديها وما بتقول. فطبعا دي حاجة حلوة جدا لنا ان الجماهير ترجع تاني، منظر المدرجات ومنظر الكرة المصرية بقى احلى. يا ريت الجمهور تاني يرجع للملاعب تاني ويرجع للنوادي تاني، نفسنا نشوف كورة حلوة بقى تاني، نفسنا نشوف جمهور بيضحك ويفرح والفرحة تبقى في قلبنا من جوه، ونشجع نعرف يعني كورة في مصر. يعني مثلا بالنسبة للدول بره يعني جمهور والملاعب بشكل كبير وشكل جميل، والتصوير بيبقى مثلا بحاجة جميلة جدا، والجمهور بيبقى فيه روح وفيه يعني بحس ان احنا مثلا يعني كورة في مصر اكيد مأجرين ساعة كورة. لا طبعا والله انا حابب جدا ان الجماهير تكون موجوده، لان الجماهير سبب اساسي ورئيسي في الحماس اللي بيبقى عند الجماهير في اللعب، في عند اللعيبه سوري، بيعملوا روح اصلا في المباراه، مش مع اللي كان بيحصل قبل كده كتخريب او بس يكون في تأمين افضل. طبعا كان لازم القرار ده ناخده من فتره، علشان خاطر بالنسبه الجمهور للفرق بتكون روح، ما بتكونش عبارة مثلا عن الناس موجودة في المدرجات وخلاص بتأدي دورها، لا دي بتكون روح للفرقة اللي بتشجعه طبعا، ان هو مثلا تحس ان الفرقة ان هو بيعملوا الكلام ده عشان خاطر حاجة، بيسعوا للأفضل، الكلام ده هو. لأن أي حاجة عايزين يلهوا بيها الشعب بيحطوها في المدرجات في الكورة. انت شايف ايه الاجراءات الامنيه اللي ممكن تتخذ عشان نامن بيها عدد الجمهور تاني؟ احنا اصلا يعني جمهور برضو في ايدينا ان احنا نخلي الماتش كويس ونخلي الماتش وحش، وبين الوقت يعني المشادات اللي بتحصل بين الجمهور دلوقتي، الامن يعني في ايده كل حاجه، الامن في ايده كل حاجه، في ايده مثلا ان هو يصلح بين ده ويصلح بين ده ويعدل بين ده ويعدل بين ده. والله هي حاجات المفروض اليات جهاز الشرطه هو اللي هيفهم اكتر، والحراسات والامن والكلام ده، لكن هو الفكره بس ما يكونش فيه عنف، العنف بيعمل مشادات بين الجمهور وبين الناس وبين الامن، فهو اللي هو بيبقى اول سبب من اسباب الخناقات والشغب اللي بيحصل، المعامله اللي بيتعامل بها الجمهور في قلب النادي في قلب الاستاد. الشرطه مثلا تامن الدخول، بيبقى في تفتيش اكتر من الاول، بيبقى في تفتيش جوه وانت داخل المدرجات. اظن ان دي حاجه ما تزعلش حد، طالما انت داخل كويس خلاص.